كتير انطلبت مني كيكة سفنجية خالية من الجلوتين. ندهن الوعاء بالزبدة ونوضع ورق الزبدة، بيض بحرارة الغرفة، نجيب 5 ونفصل البياض عن الصفار، نوضع 5 البياض البيض ونخفق كوب سكر بودرة بالتدريج، وضعنا 1 كوب سكر بودرة هيك بالتدريج وهيك أصبحت متماسكة، نوضع 5 صفار البيض وبنقلب من الأسفل للأعلى، الأسفل للأعلى هيك أصبحت جاهزة، نوضع مع النشا رشة ملح ورشة فانيلا، 2 كوب نشا الذرة بنخلهم بالتدريج وهيك أصبحوا جاهزين. بعد ما قلبناهم ونوضعهم بالوعاء بنحمي الفرن مسبقا 150 درجة مئوية من الأعلى والأسفل بنحميه، نوضعها بالرف الأوسط تأخذ تقريبا 60 دقيقة يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. عند ما تنضج نفتح الباب ونتركها تبرد داخل الفرن، نغلق الحرارة طبعا. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.